25,000 ليرة؟ نحن كلنا 4 أشخاص، يعني لو كل واحد آكل خروف ما بتطلع الفاتورة 25,000؟ أستاذ هيك وصلتني الفاتورة مثل ما لك شايفة نظامية يعني. طيب اطلبي لي صاحب المطعم اللي غدينا الغرفة عنده. حاضر أستاذ، ثواني بس. كل اللي أخذناه بالسكر 4 فراريش وصحنين متبل مجاويز وصحنين حمص مجاويز وكولا معه. شو هالفوضى هي؟ لك شو ما في تموين؟ ايوه استاذ، المطعم معك على الخط. طيب شكرا. الو، يعطيك العافيه. لا لا، انا المدير العام. اهلين، نحن غدينا عندك الوفد امبارح بس بعت لي فاتوره. لا الاكل طيب، مو مشكله الاكل، بس بعت لي فاتوره ب 25,000 ليره. نحن كل شيء طلبناه بتذكر 4 فراريج وشويه مقبلات، فحسبت حساب تكون مخربط مع طاولة تانية. شو هالحكي؟ طيب آسف، آسف عدم المؤاخذة. لا لا شكرا لك، شكرا. أنسة أمل، اطلبي لي الأستاذ سعيد فورا. هو عندي أستاذ. خليه يدخل. شو عم تمشي المي من تحتي وما لي حاسة؟ يا حبيبي وصل البلة دقني. ادخل. شو هاد؟ شو هاد؟ أنا عم بسألك شو هاد؟ سيدي هي فاتورة غداكن مع الوفد المصري مبارح. وغدانا مع الوفد المصري ب 25,000 ليرة؟ سيدي هي الفاتورة ب 5,000 ليرة بس أنا طلبت منهم يعملوها ب 25,000 ليرة. معناتها حكي صاحب المطعم مزبوط. وليش حضرتك طلبت منهم يعملوها ب 25,000 ليرة؟ سيدي حتى نغطي نفقات تانية. سيدي وشو هي النفقات التانية؟ شبك ما ترد. سيدي يا ريت تعفوني من رد. إذا ما بدك ترد قدامي فرح ترد قدام لجنة تحقيق رسمية. لا سيدي لا، بلا تحقيق، اسألوا الأستاذ ممدوح هو بيشرح لكم. كمان الأستاذ ممدوح بهالشغلة؟ هذا الأستاذ شلطة اسمه. أستاذ ممدوح يا ريت تشرف لعندي. الضمير يا ابني ما بده مين يتابعه، هذا واجبك، والأمانة ما بده مين يتابعها. بدكم تسرقوني؟ تسرقوا المديرية؟ طول بالك سيدي، طول بالك. ادخل. خير استاذ قال طلبتني. هي انت وهي الاستاذ ممدوح، تفضلوا اشرحوا لي الموضوع. اني موضوع استاذ؟ موضوع فاتوره الاستاذ طارق اللي صرفناها من يومين، انا ضميتها لفاتوره الوفد المصري. ومنو هذا الاستاذ طارق؟ سيدي الشغله بسيطه ومو محرزه، المحروس ابنكم سهر سهره مع رفقاته وانبسط فيها، فبعثوا لنا الفاتوره على الوزاره وصرفنا له اياها. طلع شو؟ هاي الصورة على الفاتورة. مين سمح لكم تصرفوها؟ مين قالكم تصرفوها؟ ليش ما استشرتوني قبل ما تصرفوها؟ يا استاذ قلت لك الشغلة مو محرزة. ثانيا حضرتك كنت مريض بالبيت، يعني وعينك اليمين بلا مؤاخذة كانت. هلا انتوا غشمة ولا عم تتغشموا؟ ابني سهر مع رفقاته، شو دخل المديرية تدفع له؟ يا استاذ خفنا يزعل اذا ما صرفنا له اياها. ها وما خفتوا لا ازعل انا واخرب بيوتكم؟ ها طيب، غدا الوفد المصري ب 5,000 وفاتورة طارق ب 10,000، العشرة التانيين منين؟ سيدي هدول احتياط لقدام. يا عمي شو عليكم؟ إذا أنتم كبار الموظفين بالشركة عم تتصرفوا بهالطريقة، فلا عتب على الموظفين البقية. سيدي كل شيء بيتصلح. طبعا بده يتصلح وفورا كمان. سيك هاي الفاتورة تبع طارق تاخذها المحاسبة وبتقول لهم يخصموها من راتبي، وأرجو إنه ما يتكرر هالموضوع مرة ثانية. أنا ما قلت لك لا تصرفها لحتى يجي سيادة المدير. لا ما قلت لي. لا قلت لك. تفضلوا لمكتبكم أنتوا اثنين. يلا تفضل. 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 اطلع.
بسيطة. صدقني قلت له. وخليه يجي يعتذر منك ويوعدك ما يكررها. شو قلت؟ خليها لبكره بلكي بكون هديت. هلا انا مالي طايق شوف وشو. لا ما راح اخليها لبكره، لازم نحل الموضوع اليوم. ما بدي اياكم تضلوا زعلانين من بعض. انا رايحه احكي معه. يا بابا تشد حيلك وتحكي مثل الرجال. انا متاكد انك مالك مقدر خطوره الشيء اللي عملته، بس لازم تتذكر انه انا مدير عام، يعني وضعي كثير حساس، والناس اللي صرفوا لك الفاتوره عم يستنوني على غلطه ليشاهدوا فيي، يسيئوا لسمعتي، يبتزوني ويمرقوا 200 فاتوره مقابلها. شوف ابي، هن مستعدين كل يوم يصرفوا لك فاتوره،
بس مقابلها بيصرفوا لحالهم مئات الفواتير بدون ما احسن امنعهم او اعترض. يا بابا انا ما جمعت ثروه بحياتي، انا كل راس مالي بهالدنيا سمعتي، بقى بيهون عليك تتلوى سمعت ابوك باخر ايامه. انا اسف بابا، انا ما كنت متخيل انه المساله رح تكون خطيره لهالدرجه. اسمع يا طه، شد حيلك شد. شبك مثل دودة الوحيده، وين عم تطلب الاكل؟ اسمع، انت واختك لازم تكونوا مبعث فخر واعتزاز بالنسبه لي، مو مصدر قلق وازعاج. لا تاكد بابا رح نكون مبعث اكيد. روح، ما في امل، روح. اوكي سماح سماح. شو صار؟ حط لك الغداء؟ احسن شيء طعميني لانه بدي روح شوف اختي. يلا ثواني بيكون جاهز. عيلة بتكسر الضهر. خدني لبيت اختي. حاضر استاذ. شو بتحب تشرب اخي؟ شاي ولا قهوة؟ ولا صار مشروبك غير شكل؟ اختي انا بعرف انك زعلانة مني، مشان هيك انا جاي اعتذر منك ووضح لك موقفي. اخي ما في داعي تشرح شيء او تعتذر، انا اللي لازم اعتذر. ما كان لازم ازعجك بطلباتي، وخاصة بعد ما صرت مسؤول ومالك فاضينا. دلال لا تكوني قاسية علي للحد، نضال مو ابنك وبس، نضال مثل ابني وبتهمني مصلحته مثل ما بتهمني مصلحة طارق بالضبط. ما بدي اكذب عليكي، انا فيني وصفه وبمحل منيح ونظيف، بس اذا وظفته بدي وظف 100 مثله. اختي انا العين مفتحه علي والغانم بده يكمش علي شغله مشان ينتف بريشي، هلا بيهون عليكي ينتفوا له ريشاته لاخوكي. لا تبرد بعدين. مو بايخه. امسكي دلال، شوفي نضال شو لازمه وجيبي له، واي شيء بتحتاجوه انا رقبتي سداده. امسكي. شكرا، نضال عم يشتغل مساترها الله. سلمي لي على نضال. صالح تعال ثواني بيكون الدكتور هون، بتحضر له القهوه له لي. على عيني. بسرعه. حاضر. صباح الخير. اهلا اهلا دكتور. كيف عافيه يا ابني؟ كيفك يا استاذ؟ صباح الخير. صباح الخير يا ابو صالح. يسعد لي هالصباح الحلو دكتور. شلون الاخبار؟ الله يخليك لياك. تمام. استاذ طلال نظمت لي قرار بتنحيه لجنه المشتريات القديمه وتشكيل اللجنه الجديده؟ لسه دكتور. ليش؟ انا قلت لك بدي هالقرار بسرعه، ليش هو الاهمال؟ استاذ عفوا انا رحت لعند السيد ابو شريف وقلت له هالكلام، رشح لي ثلاثه، ما حدا رضي منهم يتعين باللجنه. شو السبب؟ ما بعرف، يا ريت تسأله. طيب بعت لي اياهم واحد واحد. حاضر استاذ. مها بدي اطلب منك طلب. انت بتأمر ما بتطلب. تسلمي لي يا رب. في لي رفيق مازن تعرفيه مقدم على مسابقه ليتعين عند عمو احمد بالشركه، ترجاني اتواصلت له مشان يقبلوه. انا بخجل احكي مع عمو احمد، بركي انت بتحكي معه. بس هيك من عيوني خلص تعتبره متعين. انت بتعرف قديش بابا بيحبني وما ممكن يرفض لي طلب ابدا. بعدين بتعرف معزتك عنده. بعرف. طب احمد شبه وضعك مو عاجبني، في شيء زعجك؟ ما في شيء. اكيد اكيد. جهز لي حالك لالا في موضوع كثير حساس بدي احكي معك. ايه يا ابني؟ احكي. شوفي اول شيء الك ولا للواوي؟ خس الواويه. خس الواويه كله. ايه يا ابني احكي.
اخي مازن بتعرف انه متخرج من الجامعه ايه؟ وعم يستنى وظيفه ايه؟ وقرا اعلان من يومين بالجريده عند ابوك الوظيفه ايه؟ وقدم وراءهم قبلت ما انقبلت ما بعرف بدنا اياك بمعيتك نكشه صغيره سلتت الامور لا يا ماشي لك شو هالشغله اليوم بحكي مع الوالد اعتبرها منتهيه خلص اكيد خلص اكيد لا كفو ابو احمد عازمك على القهوه على حسابي روح شنقك اهلا ابو مجد شرف افتح ماشي سيدي لو سمحت تفضل 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 الله يخليك ماشي بس انا بدي تفضل طيب اقرعني قل لي الاسباب الموجبه اذا اقلعتني انا مستعد اعفيكم من اللجنه بس لازم تعرف اني اخترتكم لنزاهتكم يا ابو معتز يا سيدي الله يخليك نحن ما بدنا هالشغله وما بدنا وجعة الراس الله يوفقك يا اسف خيلتني ها شرف ارتاح حاضر سيدي لشو وجع الراس ومن شو يا سيدي لو بنشتري احسن البضاعه وبارخص الاسعار وبندفع من جيبتنا ما حدا رح يصدقنا رح يقولوا انه عم نسوق لانه كل اللي اشتغلوا بهاللجنه انحالوا للتحقيق فالله يخليك لا بدنا ننام بين القبور ولا بدنا نشوف منامات موحشه طيب من شو المنامات الموحشه؟ من شو؟ زاغ نظري ها خليك قاعد عم قول حاضر سيدي من شو المنامات الموحشه؟ اي حدا بيعترضكم اي حدا بيناقشكم بعث لي اياه بس وانا بعرف شغلي معه شوف لقلك طالما انتم عم تشتغلوا صح ما تخافوا من حدا شو قلت يا ابو معتز؟ يا سيدي اللي بتشوفه نحن موافقين عليه سيدي خليك واقف لك ما بيتبقى لك تقعد خليك واقف استاذ ضلال نظم لي قرار تشكيل اللجنه الجديده وبعث لي اياه فورا لوقعه كان بدك كل هالمحاضره مشان تقتنعوا بيستلمهم لا تخاف ما بيروح عليه شيء ولحتى يستلمهم شو بيعمل بحاله ومنين بياكل يوبا لا تعصبها بعت له شيء يدبر حاله فيهم لبين ما يقبض رواتبه منين يا حسره لو معي ما كنت قصرت كنت بعت له من غير ما حدا يقول لي بيدين له ورشه من رفقاته بيبيع له كم بنطلون بيبيع له كم قميص لا تخاف ما حدا بيموت من الجوع بعدين الشغله مو موافقه يا ابني بنلاقي لها حل تصرفوا بسرعه الولد بعت لي انه رح يموت من الجوع بالغربه والله يا عال حضرتك جاي تعلمني شغلي وتحاسبني العفو بس حط حالك بمحلي ابني عايش بالغربه وما معه ياكل وعم يهددوه بالفصل من الجامعه اذا ما دفع القسط وما معنا ندفع شو بعمل بخلي الولد يرجع بعد ما درس 3 سنين وقرب يتخرج انا مطالب ايدي شي يروح شوف المدير العام شو رح يطلع مع المدير العام انت والمدير العام واحد احترم نفسك ولا تغلط تفضل بلا مطرود لا حول ولا قوه الا بالله شو اعمل هلا ما بعرف بالعكس نحن بنعرف مشكلة ابنك رح تابعها أنا شخصياً وبإذن الله بتنحل خلال يومين ثلاثة وبيقبض كل رواتبه أنسة أمال؟ أيوة أستاذ يا ريت تأمني لي اتصال مع وزارة التعليم العالي ووزارة الخارجية وبدي أحكي معهم خلال ساعة واحدة رح حاول أستاذ لا لا بتتركي كل شيء من إيدك وتأمني لي هاي الاتصالات حاضر حاضر ويا ريت تبعتي لي الأستاذ طلال بطريقك أهلا وسهلا أستاذ طلال مريعي بعدين نعم أستاذ طلال بتطلع الذاتية بتشوف لي مين كمان من الموفدين عنده نفس المشكلة بتعمل لي قائمة فيهم وبتجيب لي إياها فورا بلكي منحل مشكلة الكل حاضر أستاذ الله يوفقك الله يعلي مقامك الله يديمك ويخليك ويخلي أولادك الله لا يضيمك الله ينور دربك الله يفرج همك مثل ما فرجت همي تسلم تسلم يا أخ هذا واجبنا اشرب قهوتك أخي هالبني ادم انا ماني مرتاح له بنوب حاسس انه وشه نحس علينا معقول لا عم يصير معنا معقول اللجنه امبارح ترفض تستلم المشتريات واليوم يحلقوا لنا ويقولوا لنا ضيبه في شيء مو طبيعي ما نكون حاسين انه الشغله مو طبيعيه موظف منقول جديد يتعين باول يوم بلجنه المشتريات بعدين المشتريات ترفض بعدين انعزل كلنا هي شغله بسيطه يا سيدي انا اللي محيرني اكثر انه سيد ناصر الزفت ما له اسم باللجنه الجديده تدبرها لشو؟ طيب إذا هو ما له يد بالموضوع مين لك كان له يد بالموضوع؟ ما حدا رح يحل هالغز غير الأستاذ ممدوح وين راح صاحبك؟ على جزيرة الكنس ها بدريت وصلني نسخة عن القرار وشو رأيك؟ اللي بالأول عاملين لكم شي عملة ومو حابكينا منيح أبدا مثل العادة إلا كان شو درى المدير العام
ما في غير ناصر. ومين وهاد ناصر؟ لك هذا ناصر موظف جديد اللي انتقل لعنا، حطوا معنا المدير العام بلجنة المبايعات، عضو ملازم. ما عرفته. ايه وهذا شو دخله بقرار عزلتهم من اللجنة؟ هو اصل البلا. ايه وهلا شو بدنا نساوي؟ ايد بزنارك تحكي لنا مع المدير العام بركي بيغير القرار. انا ما بقدر اغرضكم بشيء، لازم بالاول شوف المدير العام وافهم منه شو القصة. فعلا فعلا قصة حلوة كتير كتير ورح تنجح بالمسلسل، بس احمد بترجاك تكتب لي اللي حكت لي حرف حرف. هلا انت عم تحكي جد بخصوص المسلسل؟ طبعا جد، ان شاء الله مفكرني عم بمزح. طيب ما حسبت حسابي رفضوا لك اياه بالرقابة؟ وليش بدهم يرفضوا لي؟ انا لا عم سب حدا ولا عم هاجم حدا، انا عم بحكي عن مدير عام شريف حابب يصلح شركته. شو فيها؟ لا يا سيدي بالمسلسل بدي اعمله وزير بالنكاية. وزير شريف حدا له اعتراض؟ يعني مصمم؟ طبعا مصمم، وبزعل منك كثير احمد اذا ما ساعدتني. طيب راح اكتب لك كل شيء بيصير معي وبالتفصيل الممل. الاواعي جاهزين؟ جاهزين. افرح يا قلبي. اشتم لي قلبك وطاقيتك، كتر لي الزيتون، الزيتون انا بحب الزيتون. صدقني ما عرفت توفي يا استاذ. زيتون تي زيتون. والله صدقني ما عرفت توفي. هيك المجمع. وهي ساندويشتك. سجلها لاخر الشهر. ايه؟ مرحبا بابي. بابي ايه. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلين عم. عمي ساوي لي شي ساندويشة هيك طرية على اسناني. على راسي. تمام تمام على عيني عم. وهي هيك هيك سيك كمي صحتين وغدا ان شاء الله سمني وعافية. لا تسوي شباب عم نمزح. صحتين ما له ورقة هاي. انت كمان ان شاء الله صحتين وعافية. خير عم؟ على شو عم تدور؟ انا على شو وصيتك؟ انت على الساندويشة ليك على النار؟ الغير بطلت محل التبطين. السلام عليكم. يا حبيبي هالمديرية كان ناقصها مجنون وهلا كملت. دايما ما دايما ورك ورك. دخلك يا ابني. لو سمحت شوف لي هالمعاملة عند مين؟ يا ابي انا شو بيعرفني. بس مو ما في مشكله بنشوف لك اياها. بدك ما تاخذني، انا سمعي قليل شوي، بدك تعلي صوتك. يعني وين بدنا نسال؟ مشي معي مشي. شو قلت؟ عم اقول مشي معي. لك اخي ما سمعت. شو بدك تبحني انت؟ مشي معي بقول لك مشي معي. حبيبي علي صوتك، علي صوتك لحتى اعرف. مشي معي. السلام عليكم. أهلين وسهلين. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك شلونك؟ الحمد لله. والولاد شلونهم؟ الحمد لله. العيال إن شاء الله كله بخير؟ الحمد لله. قرايبينك شلونهم؟ الحمد لله. جوز عمتك إن شاء الله ما في مشاكل عائلية؟ أخي لا تضيع لي وقتي، الله يرضى عليك، وراي شغله ومالي فاضي لك. هلا بيدخل المدير العام بحسبك واحد صاحبي وعم نطق حالك أنا وياك. لك للأن صرت تخاف من المدير العام. أخي شو دخلك؟ كنت بخاف من المدير العام ولا ما كنت بخاف؟ بدك شي مستعد أخدمك بعيوني، وغير هيك لا. ابري عليك ابري عليك، هيك بدي اياك. شايف شلون تغير الجو؟ شو قلت؟ يلو عنا يا هات هي لون عمي خلي لي اياك. شوف لي المعامله وين؟ اخي تطلع على الطابق الفوقاني ثاني غرفه على ايدك الشمال عند الاستاذ نزار. ايه؟ وبعدها ترجع لعند الاستاذ عبد العظيم بيأشر لك عليها. يا ليني عبد العظيم شو اسمه؟ عبد العظيم الواوي. واوي صار ذكر كواوي. حبيتها منك هي.
عن اذنك بس سلم على الاستاذ. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تسمح لي هيك بسؤال واحد؟ تفضل. ما تضيفنا قهوه؟ هلا بطلت، ما عاد نقدر نشرب القهوه غير بالبريك. بدي اسالك شو صار معك ومع مرتك؟ لساتهم شعراتها منكوشين وبدك تطلقها؟ وانت شو عرفان؟ العصفوره قالت لي امشي امشي لك امشي دبحني امشي على مهلك شويه. لك شو ابو سمير انفضحنا؟ يلا شبك ميت على مهلك شويه. يلا 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 شو على الدرج؟ الدرج شبك كل هاد بده يطلعوا. شو لك بدك يا هوي ينزل عندك؟ يلا لا 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 تطلع بس على يا ريت يا ريت تسند شوي بايدك. يلا بايدك الله يخليك ساندك طفي لي بهل شوي. اي لك شو اي شبك لساتك شب ما فيه ما شاء الله مثل البم مثل البم ما شاء الله مثل البم. يا حلبك شوي وحط وقعني شدك محني هون انت كم وحده بالجواز؟ انا ثلاثه على عصمتي ثلاثه وعلى عصم الله لا يوفق ثلاثه. هدري لكان هدري انا وحدي عم برجع لورا. هدري شو قلت؟ لك هدري كيف وين بدك؟ هات بدي اشوف هات رجيني اشوف شو سويت. حسبي الله ونعم الوكيل. غلط يا ابني غلط. هاي مسألة مو هيك بحلوها. لحتى يحلوها لازم نعرف طول ب جيم، ولحتى نعرف طول ب جيم لازم نطبق نظرية فيثاغورس. بتعرفها؟ يمكن سمعت فيها بس نسيانة. هي طبعا نسيانة لأنه آخر عقلك الدوري العام والطابق. ذكرني فيها هسا. ما بصير ذكرك فيها يا ابني، انت لازم تعرفها لانه انت اللي بدك تقدم الفحص مو انا. استاذ حتعجز اليوم؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. خلي عنك عدم المؤاخذة، عدم المؤاخذة، ممكن تشوف هي المعاملة وانا بحكي له عن هدف فيثاغورس. انت شو بفهمك بالرياضيات؟ طيب هلا انت الله يرضى عليك شو بدك انت؟ انا بفهمه الدرس، انت شوف لي المعاملة. ليتي ابني الله يرضى عليك، خذ كتابك وبتطلع على نظرية فيثاغورس بتفهمها وبتجي لعندي الدرس الجاي فهمانة حافظها، فهمت؟ ايه فهمت استاذ، شكرا. عفوا. بكره بيجي لعندك ابي وبيحاسبك. ايه مع السلامة. شوف لنا المعاملة معيتك. حسبي الله ونعم الوكيل. خد عمي شوف لنا اياها. هي بيمشي حالها بلا فيثاغورس دبرها بأرخميدة. عم تخفف دم يا بي؟ لا عم بتغلظ يعني عم بتسأل. المعاملة ناقصة. وين إيصال دفع الرسوم؟ ما بعرف لأنه المعاملة مو إلي لرفيقي، لحظة لأسأله. سيف تعال وين وصل دفع الرسوم؟ شو قلت؟ دفعت الرسوم؟ إيه على مهلك شوية، ما دفعت شيء. ما دفعنا. إيه خذوا ادفعوا الرسوم بالمديرية الفرعية واستعجلوا لكم شوي لأنه الصندوق بسكر الساعة 12:30 فهمت؟ سيف على عيني خاطرك أينشتاين. مع السلامة. هري يلا هري ثلاثة امشي. حسبي الله ونعم الوكيل. مين اجانا هذا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وين استاذ؟ الفرعية. ليش انت عندك تاكسي؟ ايه معي تاكسي. ايه فاضي فاضي؟ هذا خامس طلب باخذه على الفرعيه. شو عرفك انه رايحين لهنيك؟ انا موظف هنيك. شلون موظف بيشتغل على التاكسي؟ اضافي. ايه اضافي وقت الدوام. لك يا سيدي مين مدور على الدوام؟ منفوت بكير منوقع وهذا وش الضيف. اطلع حجي اطلع. اطلع يا فريد. لا يلا. يلا يا فريد يلا. يلا.
لا انت ليش ما بتترك الوظيفه وبتضلك عم تشتغل على التاكسي؟ ولك ليش لا اترك الوظيفه؟ بحصه بتسند جره وبعدين بلا ما نقول شعره، يعني بتعرف انت استاذ الوظيفه منيحه لقدام. شان تقاعد قد ايه صار معتين يا دود؟ هات هي 25. هي 25. طيب شلون المدير ساكت لك؟ المدير المدير ما انا عارفان حاله بقديش ابنوه، كل همه يعبي جيبته وعلى شفق. طيب اسمع لك، المدير العام شلون ساكت لك؟ لك مديرنا العام جديد دكتور، ما بيفهم امور الشركه شيء. بدك تقول خيطي بيطي ما بسيك عمي. قديش طلع العداد؟ 35 ورقه. بعيني معاك انت يا فريد. انا والله انا فريد. يا سلام عليكم. لا لا انا الي ولا الو عليكم. الي شرفوا امي. شرفوا سيدي شرفنا. مزبوط. خمسه استاذ. خمسه يلا. خمسه مشان شو؟ يا الله يعطيك العافيه. شو الاسم الكريم؟ محسوبك لبيب الناصح. ترى نحن انتصحنا بشوفتك. الله ينصحك. هون يا عمي. يلا فريد. وصلنا استاذ. لا يعطيك العافيه. الله يعافيك. الله يعافيك. صعب علي. استناك. لا شو السلام عليكم. استنى رفوق معك. سلام عليكم. وحيتني معك ليرة؟ ما معي ليرة. ولا أنا معي، معناتها بيبقى لك بزمتي 4 ليرات. مسامح، مشيني بس. تسلم. تفضل. اللي بعده. تفضل. مية وثمانية وثلاثين ليرة. حاضر. مية وثمانية وثلاثين. مية. عشرة. 20 30 35 38. شاطر يا عيني عليك. بريالين حاسبة على البنز. شو قلت؟ ما دخل. تفضل. يلا يا شباب. تفضل. نقرا منه شفته؟ سمعنا. 90 ليرة بعشرين قرش. ايه تكرم. شو اللي يكون حاسبها؟ هي 95. يسلمون. يسلمون. 95. يسلم والدين. فين الباقي؟ الباقي؟ ايه؟ ما معي فراطة، معك ليرة؟ لا ما معي ليرة. ايه ولا أنا معي. روح جيب فراطة وتعال. هل أنا لازم تكون معي الفراطة ولا الفراطة لازم تكون عندها؟ لك أخي منين بدي لحقلكم؟ شو شايف عندي نبأ؟ هلا إذا كان يروح جيب اسمع. إذا كان يروح جيب ليرة مشان يوقف ساعة بالدور. لا اخي مسامح، الله يسامحك. هوني اللي بعده. تفضل. اخذنا هيك يا شيخ. خذ الكمالي. اي ماشي. 245 ليره. على عيني. 240 45. هاي 250. الله يسلم ايديا. اعطيتك 250. ايه مزبوط. يعني بقي لي 5 ليرات. ايه هاي الخمس ليرات حق الطابع. طابع شو؟ يعني لازم كل الطوابع المعاملة. حبيبي هذا الطابع مشان مكافحة الإيدز. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. مثل الميشار على الطالع بتاكلوا وعلى الناس اللي بتاكلوا. شو بدنا هي؟ 71 ليرة و45 قرش. شو قلت؟ 71 ليرة و45 قرش. إيه على عيني. تكرم عينك. 70 و40 45. إذا قلنا 10. لك ابيعي. انا بدفع. بدك تاخر العالم. انا بدفع. شو قلت؟ لك بدفع له بعدين بحاسبك. انا خذ عمي. مشلون احسن؟ هي 100 ورقه. 71 ورقه و45 قرش. 70 امسك شوي. هي 25 قرش. ها؟ ايه مهونه. وين مهونه لك عمي؟ بينا 3 ورق و55 قرش. ايه ما معي فراطه؟ شفت علينا؟ لا في معك فراطه، افتحوا هذا الدرج. مو شغلك. شو مو شغلي؟ عم يعطينا حقنا، شو مو شغلي؟ اخي هاي ال 100 ليره، هات ال 25 وهات الوصل، روح جيب 71 ليره و45 قرش وتعال خذ المعامله تبعك. ايه بجيبهم بجيبهم، برجع لك انا بجيبهم. ايه استناني راجع انا. شو قلت؟ لك استناني. اخي ليش عم تعيط؟ بخشتني طبلة اذني. خمسة بأربعة، خمسة بأربعة،
صرفنا الخمسة. معك صرفتها؟ دبرنا الخمسة. فراطة لو فراطة؟ ايه فراطة. صرفنا الخمسة. على عيني. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. بيا ورقة. أنا هيك بصرف الخمسة بأربعة، بدك ما بدك خد خمسة. لك لا بدي، ليش هيك عصبي أنت؟ خذ الورقة. حلال عليك أحسن ما ياخذها هداك. اسمع لهلا. فيك تصرف لي الورقة بدون عمولة؟ ايه على عيني. تسلم. تفضل. يا يسلموا. بس ليش صار يخلق لك عمي؟ لساتك بأول عيشتك انت. يا الله. خمسة بأربعة، خمسة بأربعة، خمسة بأربعة، خمسة بأربعة، خمسة بأربعة، خمسة بأربعة، خمسة بأربعة. اوعدك عمي اوعدك. اجت الفراتة بعد اجت الفراتة هي 71 ورقة ونص. مسامح بالفرنك، خليها تبين معك. خير خير كثير ما شاء الله حولك. 71 و45 تستاهل. ايه تفضل. ايه ادينا المعاملة. خود هي المعاملة. ايه يلا عمي كرر. لك يلا يلا فيني. لك شو الطوش اللي عم تساوي لنا اياها هون؟ يلا عمي يلا تاك. العمى شو الناس هاي؟ العمى ما قدناها. هلا عرفت انا منين بيصمدوا وبيشتروا بيوت. هات معاملتها. اللي اذا قلنا وسطيا عم يطلع له من كل معاملة 3 تورات. بيمرق على رأسه أقل نهار 200 معاملة، 3 ضرب 200 600 ضرب 3 بيطلعوا 18,000 ورقة بالشهر، يعني قد معاشي على شهرين. ما فهمت عليك. هلا وقتك أنت، امشي خلينا نلحق المديرية العامة، امشي. امشي. أهلين ناصر. قلي راجع، كنت استنيتها. كفو يا سيدي. والله تسلم استاذ. اذا ما مشي الحال تلاقيني هنا، انا بانتظارك. كنتي خيرها شو المعامله يعني؟ انفصحنا بشوفتك نحن. انفصحنا بشوفتك. هلا يا فريد. اهلين حبيبي. اهلين عليك استاذ. الحمد لله. صفراوي كانك عفرا إلهي. يا من وش صفراوي كانك عفرا إلهي. اتفرى التامن. السلام عليكم. أهلا وسهلا. دفعت الرسوم؟ إيه دفعنا سيدي. وهي الوسط أنت شو؟ دقيقة واحدة بس. دقيقة واحدة. خد راحتك، مانا مستعجلين. مستعجل شو عمو؟ نعم حليتها؟ هات لشوف. الله يرضى عليك. يا سلام تلميذ نجيب. يا سلام عمو انت رائع. ان شاء الله بدك تنجح هالسنه. عمو بتنقل المساله السابعه والثامنه وتحلهم بالبيت، بكره بتيجي لهون لشوف لك اياهم. خاطر. مع السلامه. سلم على الوالد عمو، قول له عمو هويه بيسلم عليك. الله يسلمك. الله يحفظك. ان شاء الله اللي بيعرف يسرس ان شاء الله. ايه ايه ايه. اهلين اهلين. شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نعمل؟ الطلاب يعني عندهم فحوص ولازم نساعدهم. صدقني مالك علي يمين. بطلع من هون باكل لقمه وبلش بفتل من بيت طالب لبيت طالب. اي نعم. وما برجع للبيت للساعه 10. الله يقويك. بس شو مشان المعامله تبعنا؟ على عيني. يا اهلا وسهلا شرفتي حبيبي. ها دفعت الرسوم. الرسوم خلصت حبيبي. هذا اللي عملته شيء كثير حلو وظريف. ان شاء الله بكره تجوني مثل هلا بكون معامله جاهزه خاصه. لك يا اخي شو بكره؟ بكره مالك شايف رح يفرط بين ايدي. دبرنا اليوم دبرنا. كان على عيني صدقني، كان على عيني. بس هي بدها توقيع المدير، والمدير ما بيوقع البريد الا الساعه 10. ها ايه. طيب انت مشيها من عندك وانا بوقع من المدير. اخي ما بقدر امشيها، فيها مسؤوليه. بعدين يا اخي انا مشغول. خلوا عنكم نظر. شو بكون مشغول؟ عندي مشاغل. بس شغلتكم يعني معك. ايه لا تؤاخذنا، بس تسمع مني هالنصيحة. تفضل. مرة تانية لما بدك تعطي درس هذا تبع فيثاغورس، ايه شو رأيك تسكر الباب وتكتب عليه من برا سأعود بعد قليل؟ بكون أحسن. تكرم عينك، رح أعمل بنصيحتك. بكرة مثل هلا. بكرة مثل هلا. إن شاء الله. امشي عمي. مع السلامة. شو قلت؟ سيك شبنا؟ امشي. حسبي الله ونعم الوكيل.
يا ابو الوش الصفراوي. الحمد لله بخير، كيفك انت؟ ايه الحمد لله. لا تفضلي، ما في ازعاج ابدا. عجيب، احمد ما جاب لي سيره المسابقه. على كل تكرم عينك. لا ولو ما في سئلة بنوم، تكرم عينك. ما بدي غير سلامتك. لا لا اطمني، ما رح انسى. اليوم بس يجي احمد منفوته بقول له اطمني وطمنيه. ان شاء الله. وانتو كمان شرفونا. اهلا وسهلا فيكم ايمتى ما حبيتوا. يا اهلين وسهلين. اهلين الله معك. مرحبا استاذ طلال، ممكن اعرف المدير شو بده مني؟ هلا بتفوت لعنده وبتعرف. استاذ طلال الله يخليك، اذا في شيء ينورني لرقق حالي واعرف شو بدي احكي قدام المدير العام. لو بعرف كنت قلت لك. بالظاهر عامل لك شيء عمله ودريان فيها المدير العام. لا 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 ابدا ابدا، صدقني استاذ طلال ابدا، ما في شيء بالمره. اذا ليه خايف؟ قال ليش خايف؟ قال مجرد الفوته لمت بالمدير العام رجلي بتوصف اصلا. اقعد 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 ارتاح لك شوي. حاضر. حسبت عليك يا عبد العظيم، حسبت عليك. هذا انت هون؟ اوامل حقت تشتكيني للمدير العام يا فساد؟ شفتني مالي فاضح الكراسي يا اخي. الطلاب عندهم فحص؟ شو في اذا قلت لك تاع بكره يعني خربت الدنيا؟ ها؟ خربت الدنيا؟ لا عفا على هالناس هي. قل لي شو قلت له للمدير عني؟ احكي. شو قلت؟ حبيبي يا حبيبي كملت. المدير شو قلت له عني؟ أنا المدير؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المدير يلي جوا. لا شفته ولا شافني. لكن ليش قاعد هون؟ شو قلت؟ سلامتك، ما في شيء. عم أقول يا حصرتي عليك يا عبد العظيم. رهدت شوي يا عبد العظيم. كذب راح ندى. خلي عبد العظيم يدخل لعندي. حاضر استاذ. تفضل استاذ عبد العظيم، المدير بانتظارك. جاك الموت تترك الصلاه. يا حصلتي عليك يا عبد العظيم. سبت سيدي. حضرتكم طلبتوني، امروا سيدي. اهلا وسهلا استاذ عبد العظيم، تفضل تفضل ارتاح. معلش سيدي معلش. شرف شرف شرف، ارتاح. شكرا سيدي. ثبت يا عبد العظيم ثبت. نعم. سلامة قلبك سيدي. ايه استاذ عبد العظيم، انا الحقيقة طلبتك لاخذ رأيك بموضوع. عبد العظيم واوية تحت امركم سيدي، امروا. بس ممكن تقول لي بالاول انت شو معك شهادات؟ إجازة بالرياضيات والفيزياء وعامل دورة محاسبة سيدي. بتعرف عم فكر استفيد من خبرتك باعتبار الامتحان على الأبواب وأعمل دورة تقوية بمادة رياضيات لأبناء الموظفين بالشركة. شو رأيك بهالموضوع يا أستاذ عبد العظيم؟ ما فهمت عليك سيدي. يعني منخصص غرفة من غرف المديرية بيجوا الطلاب وبياخدوا فيها دروس تقوية بمادة رياضيات وأنت بتعطيهم الدروس. شو رأيك يا أستاذ عبد العظيم؟ يا ريت يا أستاذ، يا ريت. لو كنت فاضي ما بقصر، لكن وقتي كله مشغول بعد الدوام بالدروس الخصوصية. ومين قال لك إنه أنا بدي ساوي الدورة بعد الدوام؟ لكن إمتى سيدي؟ أثناء الدوام يا أستاذ عبد العظيم. أثناء الدوام؟ إيه أثناء الدوام. ليش مستغرب يا أستاذ عبد العظيم؟ أنا في عندي موظف هون بالمديرية عم يعطي دروس خصوصية أثناء الدوام، طالب فايت وطالب طالع. والساعة عم تمرق ساعة. معقولة سيدي؟ أكيد حضرتكم عم تمزحوا. لا تخاف لا تخاف وأحكي بصراحة، الكلام اللي سمعته مني مزح ولا صح؟ صح سيدي صح. ثبت يا عبد العظيم ثبت. شو؟ سلامة قلبك سيدي. ومين هذا الموظف اللي أنا عم بحكي عنه؟ عرفته؟
عرفته يا سيدي عرفته. وبرأيك شو لازم نساوي معه؟ سماح سيدي سماح، حكيت بالسماح، مسامح كريم. طيب سامحتك كتر خيرك. بس قل لي يا استاذ واوية، مين اللي قال لك انه انا ما بوقع البريد قبل الساعة 10؟ بصراحة بصراحة ما كنت فاضي تمشي المعاملة، مو هيك؟ مزبوط سيدي. ثبت يا عبد العظيم ثبت. شو؟ ما بعرف ما بعرف يا عمي، والله ما بعرف. المدير العام قال بس يجي تقعد ترتاح عندي تستنى. شو قلت؟ عم اقول المدير العام قال بس تجي عود ارتاح استنى عندي. مشان شو؟ ما بعرف. انا المدير. المدير العام مديرنا مديرنا. ومنين بيعرفني؟ شو بيعرفني انا؟ بجوز حدا متوسط لك عنده. شو قلت؟ عم اقول عمو عود ارتاح لجيب لك كاسه شاي. عود ارتاح. كتر خيرك. ارتاح. يا بس وينك؟ اذا كان كازوزه بيكون احسن، وخليها حمرا لو سمحت. شو قلت؟ يا حبيبي امنت بالله على النهار، وش مين بصبح اليوم انا؟ خربيتك يا رب العظيم. فساد شرف. شو قلت؟ شرف معي لاعطيك معاملتك، قوم شرف. لك انا مهري شوي. أنا ما هيك؟ ما كنت مستعجل اشتكيتني للمدير شرف. يعني انتظر شوي لنشرب الكازوزة الحمراء، بعدين بنروح، لك المعاملة ما بتطير. اشرب الحمراء والخضراء والصفراء، بس تخلص الحاني على مكتبي، خربت بيتي، راحت الدروس الخصوصية. يا حسرتي عليك يا عبد العظيم، لا قصر بالطلاب مشان ما يجوا على الدائرة، يا حسرتي عليك يا عبد العظيم. عوضي على الله، بلا كازوزة. لك وقف! وقف وقف، مين بده يحملني على الدرج؟ وقف الله يرضى عليك. بتعرف بدي اقول لك على شغله، بس تعبني انه متعصب علي اذا قلت لا. احكي شوفي احكي. لا اذا بتحاكيني هيك من الاول مشان ما احكي. خلص احكي بقى، انا معصب. احكي 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 لي احكي لي. شوفي انا امبارح رحت على الشركه وقابلت ابوك. رحت على الشركه بخصوص شو؟ ما قلت لي متعصب. شو قلتي له؟ شو حكيتي معه؟ لعبي شو حكيتي معه؟ لك شو ولي عليك؟ قوم وحيط قوم. ماجد؟ قلت له ايه، قلت له قلت له انك عم تتهي مع هدول ماجد وبشار، وما عم تدير بالك على دراستك منيح. لك اخ اخ منك اخ اخ. لك انت شو دخلك فيني؟ مين حطك وصل علي اه؟ لحتى تروحي تقولي له لابي انه انا اسهر ولا ما بسهر؟ شو دخلك انت؟ انت ما تدخلي بخصوصياتي، انا حر، بسهر ما بسهر، بدرس ما بدرس، انت ما دخلك. انت انتبهي لدراستك اذا بدك، انا ما تدخلي فيني. ايه مثل ما بدك، انا من اليوم ورايح ما عاد رح اتدخل بخصوصياتك ابنو، بس انا كمان ما عاد رح اخليك تشوف وشي. ماجد شقدوحه